بتحكي عم بقلك انه هي امك، ما عم تعرف شو يعني امك؟ اوه علينا، لك خلصنا 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 بقى، لسا بتقولي لهي امك؟ لك انتو مو قلعتوني؟ خلص بقى انسوني، انا على البيت ماني جاي، عم تفهمي ماني جاي. امك مريضة على القليلة تطمن عليها، اصلا كل مرضة من تحت راسها. بالله شو؟ ليش انا شو عملت لها؟ هاي ليكني مريحة مني على الاخر. عدي امتي، عدي وديري بالك عليها، ديري بالك عليها ودلليها احسن ما تعدي تنصحيني وتعطيني مواعظ. يا حرام عليك، مالي عرفانة انه اخي ممكن يطلع هيك. امك مريضة، مريضة. مشان الله هدول الشغلات تبعيدك لا تعملي لي اياهم. خلصنا بقى يا اختي، خلصنا يا اختي، اعتبروني متت، اعتبروني متت وانسوني. العمى. الو الو نزار. لانه انا ما عم نام، عم بتخيل لو صار فيني اللي صار فيكي. مشان الله لا تذكريني، مشان الله. رحيا انت لا تذكريني، الله يخليكي، انا القصه بدي انساها. عفاف انا تعبانه وبدي ارتاح، مشان الله ما بدي احكي. لا مو على كيفك، مو على كيفك. انا بس بدي افهم انت ليش اخذتي موقف مني وما عم تردي علي. لك شو ليش؟ انت شو؟ ما بتحسي؟ مانك عرفانه حجم المصيبه اللي انت فيها؟ اه؟ مانك عرفانه انه انت كل حياتك تدمرت خلاص؟ بح، حياتك كلها صارت مرهونه بين ايدين شخص لا عنده اخلاق ولا ضمير. المصيبه انه انا متورطه معك. ايه؟ انا لا فيني احكي ولا فيني اعمل شيء. لك بوس ايدك انت خلاص. لك انت ما صار فيكي مثل ما صار فيني انا. ما نعمل فيكي مثل ما نعمل فيني انا، انا خلص انتهيت. واللي عم يعذبني اكثر انه مروان، مروان طلع بريء وما عم يخوني. طلعت انا الخاينه. وهذا اللي مخليني اتعاطف معك. انك طلعتي غبيه. ليش مو انت كنتي عم تشجعيني طوال الوقت؟ وانت اللي اقترحتي علي حط له حدا يراقبه لحتى اعرف مين هي اللي عم يطلع معه؟ ايه بلا، بس يعني انت مرته، انت اللي لازم تحسي فيه مو انا. يعني لازم تكوني اوعى، مو احسن من اللي صار فيكي؟ مو بايدي، مو بايدي. كنت حاسسته عم يروح مني. هلا شو ناويه تعملي؟ ما طالع بايدي شيء، انت لازم تساعديني. انا؟ اسفه، انا ما عاد فيني اعمل لك شيء. موضوعك كله طلع من ايدي، صار بايدين جابر. شو يعني رزان؟ يعني انت مضطره تضلي تسايري وتنفسي كل شيء بيقول لك عليه لبين ما تلاقي حل من هالورطه. ومروان؟ انا 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 بيهمني مروان ما يعرف شيء، بس مروان.